قال شهود عيان بمدينة أب أنهم شاهدوا ظهر اليوم تعزيزات عسكرية تظهر عربات مدرعة وناقلات جند تتجه صوب مدينة تعز. نتابع. المكان مدينة إب، الزمن 12:30 ظهرا. المشهد عشرات الناقلات محملة بالدبابات وأفواج من الجنود، والوجهة مدينة تعز، حادث الساعة ومحور الحدث اليوم. حملة التعزيزات هذه، قال شهود عيان بمدينة إب أنها ليست الأولى، حيث شاهدوا قبل أيام أرتالا عسكرية وتعزيزات مكونة من عدد من الأطقم العسكرية تقل عشرات وربما المئات من المسلحين والأسلحة بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. ومكان الوجهة هي ذاتها تعز. وإذا غدت التعزيزات العسكرية إلى مدينة تعز من المسلمات اليوم بعد هذا المشهد، فإن مخاوف يبديها المواطنون في محافظة تعز وغيرها جراء دفع مثل هذه التعزيزات، خصوصا في ظل الحديث عن نقل جنود جوا إلى مطار تعز الدولي، والتخوف الأكبر من أن تكون تعز مسرحا لتصفية الحسابات بين أطراف الصراع السياسي، وهي البوابة الرئيسة إلى الجنوب. تعز بدأت تعد الحسابات وتستبق ما قد يخطط لأن تكون له، حيث تشهد انتفاضة شعبية متواصلة رفضا لمخططات ليست ببعيدة عن حسابات الربح والخسارة التي يعمل على خلقها أطراف الصراع السياسي في البلاد، وهو الأمر الذي يجعل من تعز ووعيها الجمعي مدركا وواقفا في وجه ما يراد لهذه المحافظة التي عرفت بالتعايش والسلم على مر الأزمان.